عايز اسال بس قبل ما انت عايز اسال مين فينا هو بيذاكر وهو بيشتغل ما حصلش معايا كده؟ ده بالظبط اللي هيحصل معايا. سؤال تاني، مين فينا وهو بيذاكر بعد ما حصل معايا كده فكر في حل المشكله دي؟ اكيد مفيش. معاكم محمد يوسف اتاري هندسه، هي كلمته النهارده على الحلم، حلم الاله الكهرباء للسكين. الموضوع ده ازاي؟ حاجه اسمها حس متابعه. يعني ايه حس متابعه؟ معايا سكين، سكين سكه توصل بمصدر التيار، ده بس مين ملف ابتدائي. سكه تاني توصل بالجهاز اللي انا عايز اشغله وليكن الرقم، ده بس مين ملف سلام. التيار بعد ما يمر في الملف الابتدائي بيتولد حواليه في المغناطيس، لانه بيقطع عدد من اللفات، اللفات دي هي اللفات اللي جوه السكه، بيتولد حواليه حاجه اسمها فيز المغناطيس. يعني ايه فيز المغناطيسي؟ فيز المغناطيسي ده هو المجال اللي فيه المغناطيس، يعني بصوت الملف ده بيتحول كانه مغناطيس صغير زي كده بالظبط. الملف ده بيتوصل بمصدر التيار، بعد ما بيمر في التيار بينشأ حواليه في المغناطيس، ولأن الملف السلامة في نفس منطقة الفيل المغناطيسي فبيتأثر بيه ويحوله التيار. ده الملفين كده. طب أنا بعت كده لما بعتوش كده لما مش بنور ده ليه؟ لأن الملف السلامة ما بقاش موجود في حيز بتاع الفيل المغناطيسي بتاع الملف الابتدائي، لحد ما جه علم اسمه تسلا. تسلا ده قال طب أنا ممكن أخلي الملفين كده وأخلي لما بتنور. إزاي؟ كل نظرية تسلا ده شغالة إنما أقدر أقوم بتاع الملف الابتدائي بحيث ان هو يقدر يوصل الملف الثانوي، اخلي الهواء اللي بينهم ده يقدر يوصل الكهرباء. العلماء دلوقتي بيستفادوا من نظريه تسلا. ازاي؟ قالوا ان احنا ممكن نستخدم ملف ابتدائي واحد وعدد من الملفات الثانويه. الملفات الثانويه بتستخدم الفيد بتاع الملف الابتدائي وتحوله لتيار. وبقى لك كده الفيد دوت ده بتستخدمه كهرباء. ده ايه كده بالظبط؟ ده ملف ابتدائي ودي الملفات الثانويه. لو انا قدرت اقاوم الملف ده ويطلع منه امتزازات تقدر تستعمل الملفات الثانويه دي، هبقى انا كده قدرت ان انا انقل في الكهرباء السلكيه. لو العلماء قدروا يثبتوا دلوقتي ان المنطقه دي ما فيهاش اي ضرر على الانسان، هيبقى انا عملت طفره كبيره قوي في علم نقل الكهرباء. ازاي؟ هقدر انا دلوقتي استخدم الطاقه الشمسيه في نقل الكهرباء السلكيه. ازاي؟ عن طريق اقمار صناعيه. الاقمار دي انا هحطها في الفضاء، هيبقى ليها وظيفه ان هي تستقبل الطاقه الشمسيه دي وتحولها لموجات كهرباء مغناطيسيه. الموجات دي انا برسلها للارض تاني. يبقى انا عندي في الارض اجهزه سلبيه، الاجهزه دي تقدر تستقبل الموجات دي وتحولها تاني في المغناطيس. الفيل دوت انا بقى عندي في البيت ملف ابتدائي واحد بعد الملفات الثانويه، اقدر استخدم الملفات دي وبعد كده اقدر الطاقه الشمسيه انقل منها كهرباء سلكيه. اللي انا جاي بقى عشانه النهارده مش كل اللي فات اللي جاي. احنا ليه ما نحلش المشكله عندنا دي؟ ليه نستنى حد يحلها لي؟ ليه انا ما نحلش المشكله دي؟ ليه ما نطلعش واحد من هنا مهندس دوري 2014 عندنا مهندسين كهرباء كتير هو اللي حل المشكله دي؟ الموضوع صعب بس مش مستحيل، يعني انا اقدر اعمله، بس هخلي جوايا ان انا واخلي حاجه كده في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انا بعتبره ده اسلوب حياتي. خير الناس انفعهم للناس.